ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. الخمسة الأماميين، دوري الخمسة الأماميين، مرمي اليمين مرمي اليسار، مهاجم خفي أدرب المهاجم الخفي، مهاجم المركزي أدرب المهاجم المركزي، الوسط والجناحين، الوسط والجناحين، أعمل أوفر لاب، أعمل أوفر لاب، أشتغل على هذول اللاعبين اللي يكونون في التشكيل عندي كشكل للفريق في الثلث الهجومي ساعة الملعب. بينما احتمال رقم 10 يكون للخلف في منطقة الوسط، ونترك الحركة 6 و8 و7 و11 لبناء اللعب بعد تغيير الاتجاه. فاللعب يبدأ من 7 طبعا، الكرة من بين رجل خلف الكرة 7 يلعب إلى المهاجم المركزي يخرجه من منطقة قوس الجزاء، فاللاعب 9 يهاجم الكرة ويلعبها بالوان تاتش إلى 8، لأن هنا ضغط عالي راح يصير بالتأكيد 100%، هنا تركيز دفاعي راح يصير. فـ8 يهاجم الكرة ويغير الاتجاه بالوان تاتش إلى 6 يرسم الكرة ويلعبها إلى منطقة الجناح النازع، لأن منطقة الجناح الثاني الجهة اليسار راح تكون بيفرق بالتأكيد، لأن التركيز الدفاعي شوف بدأ من 7 لعب إلى 9. صارت حركة مدافعين بارد التوجه، فيكون هناك على الأقل فراغ مجموعة من الياردات أو الأمتار خارج منطقة الجزاء في الجهة اليسار، فنغير الاتجاه. هذا تغيير الاتجاه حاسم فيما يعرف بتدريب الخمسة الأماميين، الأربعة الأماميين، الستة الأماميين في المنطقة المظللة وما بعدها في ساحة المنافس. أنا خلاص أسميه الثلث الهجومي او الثلث الدفاعي. نشتغل بالثلث الدفاعي ونشتغل ونكرر 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 ونكرر. واذا كان عندك العشره مشارك، هذا الحشمه يعمل جهه اليسار والتسعه جهه اليمين وبعدين بدل. هو كله ميكانيكيه مفتوحه، لان هذا يسمى تنظيم الفعاليه. لكن كله تعتمد على ما يعرف بتحويل الكره من منطقه ضغط عالي على المهاجمين وتغيير اتجاهها الى منطقه ضغط. لأن التمارين هات يعني دعني أضعها بالعربي الفصحى، مثل تلك التمارين ضرورية جدا للاعبين لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة أبدا، وتكرار وكلام وكوتشينج ونصائح عشان اللاعبين يتعودون على ما يعرف بالحركات المرتبطة مع بعضهم البعض. وهذا شيء جيد إذا قام المدرب بهذه المهمة، وأنا أدعوكم دائما أقول لا تنسوا التدريب التخصصي، هو العلامة المميزة للمدرب المميز. أنا أعرف كانت مهمة لها، وإحنا مرينا فترات ما أعطيناها قيمة كبرى. أنا ما أقصد تسحب منطقة الجزاء ويرفع له لاعب الجناح كرة ويلعبها برأسه أو برجله ويرفعها يمين، لا أقصد هذا يسموه الجروب اللي يمثل شكل الفريق في الثلث الدفاعي للمنافس او الثلث الهجومي لفريقه. صلى الله على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مولى، واليوم باذن الله 16/9/2013، ومساكم الله بالخير. شكرا جزيلا.